نحمد الله ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا أيها الأحباء ورحمة الله وبركاته. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت الحزان إن شئت أن تجعله سهلا. اللهم سهل لنا كل أمورنا يا رحمن يا رحيم. أيها الأحباء، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حصن نفسك. بإذن موضوعنا اليوم بإذن الله الرحمن الرحيم وهو سحر التفريقة. سنشرح ما هو سحر التفريقة. سحر التفريقة أيها الأحباء هو التفريقة ما بين زوجين، ما بين زوجين. وأنواع سحر التفريقة أو أعراض سحر التفريقة وهو كما يلي: الإنسان اكسسوا يعني على الزوجين من طرف المرأة أو الزوج الرجل، يلحق يزوجوا على بركة الله، يدخلوا لديورهم، ينزل السيطار، يفرحوا و و و من بعد واش يجيهم؟ يجيهم يولي المرأة تولي تشوف في زوجها واحد الصورة يعني قبيحة، يولي السيجار، يولي الضيق في النفس، تولي ماذا به كيكون في الدار يخرج وكيخرج تحوس عليه. وبالنسبه للزوج بالمثل، الحق وين يشوف فيها يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يشوف فيها بصوره حيوان او يعني وجهه مسود. هذوما الاعراض تاع السحر التفريقه بين الزوجين. وهي وصلتنا يعني مكالمات عبر رقم الهاتف الذي هو تحت الشاشة، ولا تنسوا بالاتصال. عندنا الاتصال الأول وهو أخت تقول، تحكي تقول: أنا وزوجي نعاني من سحر التفريقة. وهي واش تقول؟ هي تقول: والربط والمرض حتى الموت. وهذا المرض حتى الموت سي 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 سي, سي خطير. عقل الزوجي ماهوش في حاله، كاين واحد السحر يعيطوا له السحر تمريض خلايا الرؤوس وخلايا التركيز والجهاز العصبي، وهذا يؤدي بعيد الشر يؤدي حتى الموت. ربي يعافينا ويعافيكم. ويتقول كل يوم يشتمني ويقول لها كلام قبيح، الحق حتى قال لها ما تسحقكش في البيت، ما تسحقكش في البيت. وهي راهي تقول باللي راهي راحت شافت روقات بزاف الوقات، قالوا لا عندكم الرش وعندكم سحر التفريقه وكثير من الامور هذو. والله ننصح اخواني واخواتي وابنائي وبناتي يعني من باب هذا اللي قلت لي، تقول لك رحت للراقي. الراقي عمرك ما تروح ليه، الراقي هو اللي يجي. لماذا؟ لانه يرقى المكان والانسان. بعض الاحيان يكون انسان عنده اصابه، والديه يشوفوه يتخبط في الدار و ومن بعد يروحوا يدوه للراقي، وهذاك الشيء هذاك يخرج يقعد في البيت. على خاطر هذه ارواح خفيفه لا ترى لا بالعين مجرده ولا بالمجهر، يقعد في الدار يروح كيديه للراقي. راقي واش اللي عليه؟ يرقي يقول له ما عندك والو، او لاباس ما عندك والو، يقول له كيف، يوليو في اخذ ورد، يقول له واني تخبط لي في الدار ويكسر ويعيط ويطيح والصرع، يقول له ما عنده والو. الراقي واش اللي عليه؟ من بعد كي يولي للبيت، يولي للمنزل تاعو، هذاك الشيء عاود يدخل فيه، يعاود يدخل فيه وتولي الحكايه كما بدات. وماذا بنا اخواننا الرقات، ربي يهدينا ويهديهم. يا ودي اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم في المرضى هذو. ربي لا انت راك راقي، ربي وسخرك للناس، فمن كان في حاجة الناس كان الله في حاجته غدا يوم القيامة، وما بالك في الدنيا في الدنيا. هذا هو. وراهي تقول وصل بنا حتى للطلاق، رحنا للرقاد جو جميعهم قالوا عندنا السحر التفريقة والرش ورش السرير، وفي الغرفة ديما نقراو سورة البقرة. أكيد سورة البقرة عندك، ماشي غير سورة البقرة، سورة البقرة الأذكار، اجتناب المعاصي، الغناء، التبرج. والله العظيم سوف نطرقوا نحلوا قوس، والله أفضل هدية، أفضل ديبلوم، أفضل شيء تقدمه المرأة لله عز وجل غدا يوم القيامة هو حياؤها واستتارها.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء حسن وفيهن أحسن في من في النساء وما أدراك ما المرأة. المرأة راهي مدرسة راهي تخرج لنا يتخرج لنا المرأة يتخرج لنا العلماء أطباء إطارات سبحان الله العظيم. واش نصح هذه الأخت؟ نصحها تشوف راقي راقي شرعي يكون يخاف ربه مش رقة هذو التجار. أخي واش تحب نقول لكم؟ والله اتقوا نفوسكم والله طيح في مسكين والله ما عنده عشية ليلة يقول له نلقي لك قرعة بكذا نقرأ لك البقرة فيها بسعر كذا نقرأ لك المعوذات بسعر كذا ما استجارة ولا تشتروا بآيات اللي ثمن قليلة. ننصحك يا أختي المحترمة شوفي راقي وإن شاء الله ربي يسدد خطاكم إن شاء الله يرفع عليكم هذا الابتلاء نعم الابتلاء وربي عافينا من البلاء. الله إذا حب عبده ابتلاه إن شاء الله يجعلها عليكم بردا وسلاما إن شاء الله يرفع عليكم كما في السماء بغير عمد. ولا تنسونا ولا تنسوا بالاتصال أو الأرقام اللي راهي تحت الشاشة راهي تحتكم تما تتصلوا بنا عبر الأرقام هذه. وعندنا المكالمات الثانية هذه تقول أخت المحترمة هذه تقول زوجي سحروه بسحر التعطيل عن العمل وقطع الرزق وعلينا العديد من الديون ولا نعلم ماذا نفعل فنحن نصلي ونقرأ الأذكار ونقرأ ما تيسر من القرآن. معليش هذا تنا هذه الأخت هذه تنا شوفي راقي ارقوا نفوسكم حصنوا روحكم الأذكار أذكار الاستيقاظ أذكار النوم أذكار الدخول إلى البيت أذكار الخروج من البيت أذكار الدخول إلى البيت الخلاء أذكار عند الغداء عندك ندخلوا للحمام. وتنا ننصح أزواجنا وبناتنا وأخواتنا يجتنموا هذا الغسيل هذا هما تانا كيروحوا يغسلوا معهم بالمسخون يرموا في لافابو تما تقيسهم يقيسوك اي تأدى كما تأدوا احنا ترمي عليهم مسخون تحرقهم يحرقوك اكرمكم الله على قدركم. كاين خوتنا اللي يروحوا يتباولوا يقيسوه يكون تما يقيسهم تانا كمت لي انا طحت بزاف في حي كيما هكذا لقيت ناس من هذ الامور هذو لا غير بالمسخون بلا دوش بالمسخون يتخطى مجيريه دخلت بيوت انا والله العظيم غير ننصحهم لله تلقى في وسط الدخله تاع تاع البيت تلقى عنده مجيريه في الصحين عنده مجيريه تخطى عليها هما عندهم الوقت تاعهم اللي يخرجوا فيه من العصر يتخطاوا هما هذاك هما الامكان الاماكن تاعهم هما المجيريات كرامكم الله على قدركم الدورات المياهيه الحمام بيت الخلاء. وعندنا المكالمه الثالثه تقول سحرنا سحر المقابر ربي عافينا الله المستعان ربي يكفينا شرهم ان شاء الله. يعني شوف والله هذا السحر هذا الشياطين يعني لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا لو اجتمع الجن والانس ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بما كتبه الله لك واذا اجتمع الجن والانس ان يضروك بشيء لا يضرك بشيء الا ما كتبه الله لنا. جوفت طويت السحب وجوفت الاقلام يعني هذو السحر هذا هاي عن شعواده والشعواده هذه راهي كثر دوكا راهي نتعلموها على الهواتف راهم يتعلموها والله غير راهم يتعلموها على الهواتف تضرب في هذاك جوجل واتساب اليوتيوب راهم يقريوها ما يقريوهم انت والعاجب الاعجب الناس تاخذ بهم الله المستعان نسال الله العفو والعافيه والسلامه. هذه تقول لك سحر المقابر وانا عاني على ضيق الصدر هذا ضيق الصدر فيه ربط وجوجو كذلك لا يمكنني البقاء في المنزل هذا يدخل السحر التفريقه كذلك. الاخت المحترمه يعني نصحك بالتقوى الله من يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا والله غير الطاعات واش نقول لكم الله المستعان الله يعجز الانسان عن التعبير التعاطر انا كما قال لكم يا كوتيت لابلاك اني سنسير والله العظيم
كاين الناس تانا الغنى هذا مزمر الشيطان هذا تانا راه لك كل شيء والله راه لك كل شيء. وهذه الافلام هذه يا صاحب نقول الله الله المستعان الله المستعان ربي يهدينا ويهديكم ان شاء الله ربي يهدينا ويهديكم ان شاء الله. والله انا طحت في حالات عندي رقيه غدا ان شاء الله يعني خارج الولايه. واحد الاخت رقيتها ان شاء الله تكون هي تسمع فينا ان شاء الله تكون هي تسمع فيا كانت عندها تعطيل الزواج يعني رقيت لها والله عز وجل جاب التيسير الله التوفيق من عند الله لا حول لا قوه لا لنا ولا للعالم الثاني هذاك ما عندنا لا حول ولا التوفيق من عند الله هو الموفق هو المسبب هو رب الاسباب هو الشافي هو العافي هو المحيي هو المميت هو العليم هو السميع هو البصير هو القاضي لا قضاء الا قضاءه هو الحاكم لا حكم الا حكمه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن بيده كل خير. لقيت لها كان عندها تعطيل الزواج يعني ربي الله جبت وفقني الله على الزواج وما توفيقي الا بالله جبت يسير تزوجت. والله عندها واحد شهرين ملي تزوجت كلمتني قالت لي يا ودي عندهم هذا كيف يعيطوا له الشهر العسل ولا ما كيف يسموه هذاك راحوا يفرحوا بزواجهم راحوا الولاد بجايه راحوا يريحوا يا ما تما. قالت لي والله العظيم غير زوجي ما شاء الله ولا قوه الا بالله دخلت قالت لك دخلنا اللوتال اليوم الاول الثاني قالت لهم انا ما قالت لهم ما نقعدش انا ما نقعدش كاع هنا ما نقدرش نقعد هنا تزير قلبها تزير صدرها ولا ترعش ولا تنمل هذاك هذو الاثار على كل حال عاودت دخلت مسكين شوفها راح خسر شحال خسر ما مبلغ مالي باش كرا باش كدا راح باش يفرح هو والزوجة تاعو ان شاء الله الفرحه ولا بد الفرحه تكون في طاعه الله. اياكم واياكم واياكم من المعاصي ان شاء الله راح ان شاء الله اعطيت لها موعد غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله. ونكرر لكم ما عندنا ارقام يتحاس في الساسه اللي يحب يتصل بنا يتصل اهلا وسهلا ومرحبا به. الرقيه من السحر والتفريق رقيه من السحر والتفريق الانسان اللي عنده هذه الامور يعني والله يقدر يحسن روحه اخر الانسان دوك باش نقول لك ترقي نفسك تحسن روحك تقدر تحسن روحك اخر هذا السحر راهو انواع كاين السحر العاجز كاين السحر الخمول كاين السحر التعطيل كاين السحر التبطيل كاين السحر التجميد كاين السحر الحب الغير شرعي كاين السحر الكره الغير شرعي كاين سحر حب المال كاين سحر الاسود ربي عافينا هذاك يقتل كاين سحر المقابر كاين سحر الحيات وهادو الشياطين كاين الشيطان كاين فيه الغواص كاين الطائر كاين البري فيه انواع هذه فيه انواع والرقيه من السحر التفريقه ماهيش سهله ماهيش بالامر الساهل على كل حال يعني بنادم يداوم مره مرتين وكاين بعض الرقات يعني يجي يرقي لك ولا تروح ليه يرقي لك خطره اثنين ومن بعد يعطيك رقم هاتف تولي تكلمه ما يرفدش الهاتف ما يجاوبش ما يكملش وباش الله المستعان الله يهدينا ويهديهم. الانسان ماذا بك يا ربي سخرك انت للناس هذو والله يعني الراقي الشرعي يعني التاقي الناقي الله على حسب ما نعرفوا وعلى حسب ما قرونا المشايخ تاعنا ربي يفتح عليهم وربي يبارك لنا فيهم ويطولنا في عمرهم ان شاء الله في الطاعات. راه ولك اجر مجاهد راك تجاهد والله راك تجاهد والله ان شاء الله اجر الجنه يعني سيرتو الى انسان صلح ما بين زوجين السحر التفريق هذا يا كما قال الله العزيز الحكيم في كتابه وما يتعلمون منهما الا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كما نقولوا احنا في نهايه اليوم ابليس يجيب الجنود تاعو ويحط الكرسي تاعو على الماء يبدا يعيط الجندي الاول انت ما فعلت انا تبعت واحد تبعته حتى شنو زغى على يما قال له انت ما فعلت الثاني
انا عقب واحد حتى شرب الخمر، انت ما فعلت، ثالث انا واحد احتزنا ربيعه فينا، انت ما فعلت، ثالث الرابع الخامس يجي الاخير وانت ما فعلت. انا تبعت اثنان زوجين حتى فرقت ما بينهم، يحضنوا ينوض يقعدوا على الاريكه تاعو، ينحي لا كورون تاعو يلبسها له. هذا هو. والتفريقة هذا في أنواع، في التفريقة ماهيش غير بين الزوجين، التفريقة بين الزوجين، بين الأم وابنها، بين الأم وبنتها، بين الأخ والأخ، بين الجماعة، بين الأمم، بين الإخوة، بين الأخوات، بين الجيران، أو في أنواع السحر هذا. كأني عم بقول السحر التفريقة غير بين الزوج وزوجها، هذه غلطة. من عباد يخدموا كيف كيف، يخدموا كيف كيف في المدارس، في الجامعات، يعني هلو ماجر، هلو ماجر. هذه أنواع هادوية. والإنسان والمسلم كيصفاطن، المسلم كيصفاطن، ما يسلي يجي يعطيك تاكل تاكل وين تروح تاكل، ولا وخوتنا تانا وبناتنا وزواجنا هذا تسلف تاع الحوايج. أخطوكم تسلف تاع الحوايج هذا، تكون تسلف تاع الحوايج. اخي حبيت حاجه نهضر على نفسي انا، يجي واحد خونا يقول لي والله غير عجبني قميص تاعك سلفه لي، نروح نغسلو، نحيا كرامكم الله، نغسلو نديه كما نقولوا وين نطفو ديكريساج ولا في الدار نغسلو، نحدو نطبقه له، تفضل اخي. ولا كان عندي نروح نشري له واحد. هذا تسلف والله. شوف تطرقت لواحد واحد الرقية، كان واحد مدير عام تاع واحد الشركة، ما نذكروش اسم الشركة، ما نذكروش الإنسان هذا. دخلت له السكرتار تاعو، جابت له البارافير اللي عيطوا له بارافير، هذاك اللي يجيو فيه الملفات للإمضاء. جات السلام، سلام، نعم تفضل، عندك إمضاءات سيد رئيس المدير، عندك إمضاءات. نحى النظارة تاعو هذو كيما اللي نلبسهم هذو تاع البعد هذو، حطهم ورفد النظارات هذوك اللي عن قرب، اللي عن قرب هذاك. واستواسي السكرتير تاعو المدير مضبين النظارات تاعك، نحات كلينكس، مسحت له النظارات، دارته في مكتوبها، خلاص ولبس النظاره كي سينياك هذا، دات الملفات هذوك وراحت لبس النظارات هذوك. والله الذي لا اله الا سواه، من هذاك النهار ما شاف نهار ابيض. انا رقيته هذا، إياكم وإياكم من الغفلة، من الغفلة ومن الغفلة. تسلفت على الحوايج هذو يا، ودوكا خرج ما من ربيعة فينا سحر الهواتف، والله على الهاتف غير يعطيك الو. كان بعد أنا نشوفهم كيف غير في التليفون، سامحوني على العبرة دي. وي هذا من الشيطان الرجيم. بسم الله، سمي الله، لا بركة في عمل لا يذكر فيه اسم الله. بسم الله كلمة السر، سبحان الله العظيم. بسم الله ما نقدروش نقولوها، أو في الهاتف، سحر الهواتف، سحر التنجيم، سحر الإبر، أي كان دوك سحر الدومي، سحر الدومي، سحر المشط، يا في أنواع أنواع أنواع، ما ندخلوش في هذا، ما نطرقوا في هذو، والله ما نخرجوا منهم، والله ما نخرجوا منهم. طحت في أمور تانا، سحر الكره، ما بين الحق إنسان يقول لي ما داروا له السحر عليكم، ما نذكروش أنواع المادة. إلا ذكرنا المادة تنجي تحل عينيها، تحل عينيها. والحق يكره يما الحق، حتى قال الأم تاعو الوالدة الأم، وما أدرك ما الأم، قال لها أنت سحرتيني، يماك تسحرك، يعني يا الله يماك تسحرك، يماك ما كاش وحدة سهلة 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 كيما الأم، ما كاش حاجة، ما كاش وحدة اللي ما تطلب أي شيء كيما الأم، وما أدرك ما الأم. النبي صلى الله عليه وسلم راح له الشاب اللي قال له أوصيني يا رسول الله، قال له وصي صلى الله عليه وسلم، قال له وصيك بأمك، قال له زيدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أمك، قال له زيدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أمك، قال له زيدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أبوك. الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. شوف الأب يجي في الدرجة الرابعة، الأم عندها الحمل، عندها المخاض، والدقيقة الصعبة هي المخاض، وعندها الرضاعة. شوف الأم، الأم تبرد باش تدفى نتايا، تجوع باش تشبع نتا، تاخذ 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 المرة، المرة والحرة باش تدي نتا الحلوة، تبات عينها، عينها مسكينة، عينها مسكينة محلولة 24 على 24 ساعة باش نتا ترقد. الوالد، نهضر على الوالد،
الاب كيزيد يبكي يرفد المخداته وراح يبدل البيت واحد اخرى يروح يخلي لي ما تخبط. بعد يقول لك يما سحرتني، يماك سحرتك يا غافل، افطن يا غافل، افطن افطن، نصحك نصيحه لله، افطن يا غافل، افطن امك، الام ثم الام ثم الام. شخصي ولي رحت لهم امهاتهم، والله ندم تجي مع الاخر، والله ندم تجي مع الاخر. نزيد نطرقوا تانا كاين واحد السحر تانا الناس غافل عليه تانا، هذا تاع الرش هذا يا الرسيل، قال ما في عم بالهم الرش، عم بالهم الرش، بعد الناس مساكن عم بالهم الرش يجيب بطية تاع الماء يرميها، ولا يجيب حقنة هذيك السوران تاع الدوسيسي هذيك يعمرها بالماء يديرها في المكتوب الطراق يضرب يرش لك هذاك، رج خطرات ثلاث قطرات خلاص. كاين السحر سحر بالماء، ما كاين ماء القبور، كاين ماء الجنائز تاع اللي يغسلوا اللي يغسلوا الموتى، ربي عافينا من هذه الامور. وننصح اللي عندهم مصيبه الموت كما قال الله ولا نبلونكم بمصيبه الموت، اللي عندهم مصيبه الموت كيجيهم الغسال اللي يغسل ماذا بكم ماذا بكم ماذا بكم، اياكم واياكم واياكم، هذاك الماء هذاك اللي يغسلوا به هذاك ماذا به الغسال هو اللي يروح يرميه ويحذر يحذر يحذر يرميه، هو اللي يمسح كلش. والله القرعه تاع الماء تاع 100 تاع 12 ملي والله غير تفوت 15 كيما نقولوا مليون ونص، كاين اللي تبع بجوج ملايين، ربي عافينا الله المستعان، يا ربي وكفينا شرهم يا ربي وكفينا شرهم. الناس تنبه نبه روحها تنبه روحها، وتانا هذا تانا الماكله وين تروح تاكل اللي يجي يعطي لك اللي يجي هاك اللي يجي نستنبو هذو، يعني ما ناش نقولوا كاع الناس كنا، والله كاين عباد مصلحين عباد اتقياء انقياء، والله ما نجملوش كاع الناس، كاين المليح كاين المليح والدوني ونروحوا كاين المليح والدوني. انا ما واش انا عندي مهمه نديرها لله، ننصح نفسي ثم ننصح خوتي، اياكم واياكم واياكم. المسلم كيش فاطن، المسلم كيش فاطن، المسلم كيش فاطن. ماشي الناس اللي وين تروح، وانت انا كنشوف الناس يمشوا في الطريق، والله بعد انا نشوف هكذا نمشي في الطريق تلقى المجيري يتخطى عليه هو وليده، يجبدوا صغير واسمه قدرات ريغولا، ما تخسر والو، عاد بلا مشي تناجم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، السامع المتخطى تخطى باليسرى باليسرى، ما فيها والو، حاجه صغيره، وانت تانا تدي اجر الدعاء، الاذكار هادو راهم طاعات، راهم طاعات، نكثرهم الاستغفار كي نوضوا صباح، صباح نوح صباح الملك لله ولا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بسم الله توكلت على الله، يلا تخرج شياطين برا، واحد يقول صاحبه روح ليه، يقول له مانيش نشوف فيه، راني غير نسمع فيه، شوف الله عز وجل لا يدير لك سيطار يسترك بوكلي اصاحبي، هذه ما فيها والو، هذه ما فيها حاجه قليله، واللي يعرف واللي ما يعرفش، القاري واللي ماشي قاري يعرفها، اذكار صغار اذكار صغار، فيهم خطه وخطين، فيهم خطه وخطين، فيهم خطه وخطين. وتانا واش نزيد ننصحكم، ننصح خوتي، ننصح خوتي واخواتي، وهم امهاتنا تانا، امهاتنا تانا، والله اخطوكم من هاد المشعوذين هادو، اخطوكم هذا نروح عند فلان وفلانه وعلان، والحمد لله الحمد لله دوك راهم المشعوذين راهم طايحين عليهم وحده وحده، ان شاء الله ربي يوفقهم، ربي يوفقهم لخوتنا هذو، يعني ولات امورنا اللي راهم والله كي نبلغوا على واحد الله راهم ياخذوا، يعني الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. وتانا كاين امور واتم عملكم في الكتمان، كاين اللي عنده مثلا وليد، كاين اللي عنده البشره تاعو كيما نقولوا احنا ما شاء الله، تلقى كيما نقولوا شبيب حنايا فمبون، تلقاوه فمبون هكذايا، تانا ما تلبسلوش مليح يا اخي، خليه ساعه ساعه خليه يخرج، العين وحق العين وحق العين وحق العين، كيما بالدرجه تاعنا العين تلحق البنادم الاقبر وتلحق الجمل القدر المرميطه، شتو الجمل قد من حتى يعسي مقطع طرف طرف يتكتك في المرميطه، يتكتك في المرميطه. ويتم عملكم في الكتمه، ماشي تجي دير عمل والله غير راني رايح، الله انا نحل شركه، والله غير راني عندي مشروع انا نديرو، والله غير مانيش عارف انايا عندي، والله غير زوجه ما شاء الله هايله، ها هو دير لي وفعل لي، والزوجه تانا والله غير راجلي هو يديني او دار لي او شرى لي او رحنا او منا، يتم عملكم في الكتمان. شوف العين هذه حق وما كاش حاجه صعيبه كيما العين، والله
ثم والله ثم ما كاش حاجه صعيبه كيما العين وتيما عملكم في الكتمان. بنادم دير ما يسعرف انا يا قال عندك وليدك نهضر على روحي انا يا انا عندي في الدار الله غير خلوها على الله الله يعرف الدار وعندي ربي يجيب سلاك ربي يجيب سلاك ربي يجيب سلاك ما ندخلش في هذا الموضوع تاعنا نزيدوا حلوا باب واحد اخرى وما تنساوش باش تتصلوا بنا على الرقم اللي راهو تحت الشاشه ان شاء الله يعاودوا يردوه دوكا تحت الشاشه اتصلوا بنا وان شاء الله اللي نقدروا ننصحوكم به ننصحوكم باذن الله الرحمن الرحيم. وكاين كاين سحر تاعنا السحر هذا يا تاع السحر الحيات سحر الحيات كاين تاعنا عالجت واحد القضيه خارج الولايه يعني من اقرب الاقربين من اقرب الاقربين اللي دار الامور هذا واحد القصه مسكينه سمعتها هكذا حوالي 3 صباحا هكذا قدام الباب تقربيه حلت شويه الباباك لقات في هذا كرمكم الله الباياسون هذاك اللي يديروا عند الباب هذاك لقات حمامه مريشه تما مريشه والله عيطت لي مسكينه على الزوج انا عيطت لي جويت 3 تاع الصباح هكذا قريب الفجر عيطت لي على 3 تاع الصباح واش كاين ها واش شيخه واش شيخه واش كاين واش كاين قلت لها الله المستعان انتهى وقت الحصه. اللهم يا قوي يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا جبار اللهم اجمع كل شمل الازواج اجمع شملهم واصلح ذات بينهم واجعل ما بينهم موده ورحمه اللهم اكثر قلة عسل بينهم اللهم يا قوي يا عظيم اللهم ارزقهم كل من ليس له ابناء اللهم ارزقهم بالذريه صالحه تاقيه ناقيه محافظه حامله لكتاب الله سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.